نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في الجرايد النهارده. يلا بينا. الاخبار المسائي: الاهلي يرفض التسرع، المجلس لن يتراجع عن التصعيد ويستمر في اجراءات الشكاوي. الدستور: اليوم نظر الشق المستعجل لدعوى الاهلي ضد الجبلية. الاخبار: ارتياح في الاهلي، اجتماع للاداره لحسم الجدل، والمصلحه العامه تحكم، لاسارتي يفك الطوارئ، وجلسه بين الشيخ طه وعبد الحفيظ. الاهرام: الاهلي يرسم ملامح الموسم الجديد بعيدا عن ازمه الدوري، معسكر في اوروبا، ولاسارتي يطلب 5 وجوه جديده واعاره 8 لاعبين. اليوم السابع: الأهلي يرسل عرضا رسميا لشراء متولي من الإسماعيلي، الإعارة تعود للصورة في ملف رمضان، والتحكيم يبت في شكوى النادي ضد اتحاد الكرة اليوم. الشروق: لاسارتي يتمسك ببقاء الرباعي الأجنبي في الأهلي، المدير الفني يطلب التعاقد مع مهاجم ومدافع ولاعب خط وسط مدافع، ويتمسك بعودة أحمد حمدي والجزار. المسا: الكاف يجمد مستحقات الأهلي، يرفض منحه 9.5 مليون جنيه إلا بعد إعادة نهائي دوري الأبطال. الجهاز الفني يفاضل بين ألمانيا وهولندا وأسبانيا لاستضافة معسكر الفريق.